مروة يا عيد، عايزة أقولك أولا ألف مبروك يا حبيبتي على جايزة أحسن لاعبة وهدفت الدوري الفرنسي. انتي تستاهليها وانتي على طول مشرفانا، بحبك. ألف مبروك يا مروة، وإن شاء الله دايما كده من نجاح لنجاح ومحققة كل اللي نفسك فيه، وإن شاء الله كده دايما محققة كل حاجة حلوة وكل حاجة بتتمنيها. يا رب يوفقك في كل حاجة بتعمليها. يعني كابتن مروة على طول على تواصل معايا او مع اللعيبة كلها، يعتبر بعد اي بطولة قبل اي ماتش جامد لازم تكلمنا وتحفزنا، وده طبعا بيفرق مع اي لعيب. يعني لما نشوف يعني ما شاء الله لعيبة بحجم كابتن مروة عيد دي، يعني بتكلمني بعد اي ماتش بعد كل بطولة لازم يعني تحفزني اكتر، ولا لسه عندك احسن، كنت كويس وعندك احسن وبتحفزني اكتر، فدي حاجة طبعا دي حاجة تفرحني قوي. انت اكيد قدوة لينا وفخر لينا، وبنفتخر بيكي ان عندنا لعيبة قوية زيك وبتشرفنا في فرنسا، وكلنا اكيد نفسنا في يوم من الايام نوصل للي انت وصلتي له، ترجعي بالسلامة وترجعي احسن من الاول. جاكسون حبيبي من ورا طبعا قناة الاهلي، ومبروك اللقب الموسم ده، وبجد فرحانين بيكي وان شاء الله من نجاح لنجاح يا حبيبي.